الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعود من جديد إلى هذه الكوكبة المميزة من كوادر العمل المؤسسي، وسنبقى سويا إن شاء الله في دورة إدارة المشروعات. إدارة المشروعات كثيرا ما نسمع به ونمارسه كله أو جزء منه أحيانا في مؤسساتنا، وهناك كثر الحديث عن هذا الموضوع وهذا العلم. هل هو علم جديد؟ هل هذا العلم له تخصص محدد؟ هل هو مشتق أصلا من الإدارة؟ ما هي ماهية إدارة المشروعات وما هي تفاصيله، ومن أي علم يشتق وإلى أي علم ينتمي، وكيف نتقنه وكيف نمارسه؟ هذا هو موضوع الدورة التدريبية التي سنبقى فيها لمدة 15 ساعة إن شاء الله رب العالمين. فإدارة المشروعات يعني بنقول هو علم ينتمي إلى الإدارة، لأنه بدايته إدارة، فهو علم ينتمي إلى الإدارة. وطبعا أنتم في خلال المساقات اللي سبقت معاكم درستوا أخذتوا ما هي الإدارة وما هي وظائفها وما هي يعني المهام المنوطة بعملية الإدارة ككل. وهذا العلم لا ينفك عن هذه الإدارة، ولكن نظرا لأهميته وأهمية وتميز المشروع في المؤسسة صمم له يعني علم وحده يسمى علم إدارة المشروعات، وأصبح هناك تخصصات أكاديمية في الماجستير والدكتوراه تختص بإدارة المشروعات. فإحنا راح نشوف يعني إدارة المشروعات هل هو مهم، هل لازم نتعلمه في مؤسساتنا الخيرية مؤسسات العمل الأهلي أم لا. فخلينا نشوف مع بعض الحقائق عن هذا العلم. في نسبة بتحكي إنه 67% من المشروعات فشلت لعدم وجود إدارة مشروعات، فتطبيق إدارة المشروعات يساعد المدير على توفير الآليات والمنهجيات المستخدمة في إدارتها. نسبة مخيفة 67%، سبب في فشل المشروعات نتيجة لعدم وجود منهجية داخل المؤسسة لإدارة هذه المشروعات. إذن من الملح ومن المهم أن يكون هناك منهجية لإدارة المشروعات في المؤسسة. طيب بدنا نشوف إيش يعني المشروع، ما هو المشروع، إيش فلسفته، وأخذتوا أنتم في المساق السابق شيء عن هذه عن المشاريع، وأين موقع المشروع في الهيكل المؤسسي، هل له ارتباط أم أنه حدا فينا بنام وبيحلم في فكرة مشروع وبصحى ينفذها، أو يقول أنه هذا المشروع مهم ويعمل فيه بروبوزل ويبحث عن تمويل أو ينسبه إلى إدارة المؤسسة ومن ثم يتم تنفيذه، ما أين موقعه؟ هذا يعني بدنا نناقشه مع بعض إن شاء الله. ولكن خلينا يعني نقول إدارة المشروعات تتوقعوا قبل هيك توقعاتنا في هذه الدورة، ماذا نريد أن نعرف عن إدارة المشروعات؟ ماذا تريدون أن تعرفوا عن إدارة المشروعات؟ إدارة عند الحديث عن إدارة يعني أول ما بيخطر في بال المتلقي أو السامع أنه طبيعة إدارة المشروع، يعني ما هي الصلاحيات المخولة لكل شخص أو كل عنصر من هذا المشروع، وكيف يدار المشروع في خلال مراحله التي توضع خطة تنفيذية له. كويس، يبقى إدارة موارد بشرية. تمام، إدارة الخطة التنفيذية اللي هي عبارة عن إيش؟ النشاطات، عن الأنشطة وال عبارة عن أنشطة المشروع. أنشطة. تمام، إيش كمان بدنا ندير؟ ممكن حدا يضيف؟ إيش تتوقعوا كمان يعني ناخد في إدارة الموارد المالية؟ بالضبط. إدارة المال. إدارة الموارد المالية. إيش كمان؟ إيش كمان بدنا ندير؟ وإعداد التقارير والكذا. إعداد التقارير هذا إشي تنفيذي مرتبط بالمراحل وبالنهاية. تمام، إيش كمان حنشوف؟ بدنا كمان نشوف مع بعض إدارة جودة المشروع. لازم نضبط جودة المشروع، إدارة الجودة. وإيش كمان؟ إيش بنتوقع كمان نشوف؟ يعني هاي المكونات موجودة أمامكم، بدنا ندير موارد بشرية، موارد مالية، نشاطات المشروع والزمان، بدنا جودة المشروع، وماذا أيضا؟ التنسيق والعلاقات، هذا شيء مهم جدا.
لازم إن يعني يكون في له إدارة. فهذه كلها إن شاء الله هي عبارة عن أهداف بدنا نشوفها من خلال الدورة التدريبية، وإن شاء الله تلبي توقعاتكم واحتياجاتكم لهذا المساق. طيب خلينا مع بعض يعني نتعرف شو هو المشروع. المشروع هو جهود تبذل بصفة مؤقتة لإخراج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. هذا هو إيش تعريف المشروع. فخلينا مع بعض نشوف يعني بدامه هيك إشي مؤقت. المشروع إشي مؤقت مش دائم، يعني ليس برنامجا دائما في المؤسسة، إشي مؤقت. فخلينا نشوف أين موقع المشروع في الهيكل المؤسسي. أخذته في الدورة السابقة إشي له علاقة بهذا الموضوع. خلينا نعمل هيك استرجاع لبعض معلوماتنا. أين موقع المشروع في الهيكل المؤسسي؟ في عنا هيكل مؤسسي، أين موقع المشروع منه؟ يعني بمعنى إنه إحنا خلينا نلخص هان، إحنا ما بنحكي عن هيكل أفراد، بنحكي عن هيكل مؤسسي بشكل عام. يعني في المؤسسة بيكون في عندها أهداف استراتيجية، تمام؟ من وين بتكون جاية هذه الأهداف الاستراتيجية؟ من رسالة ورؤية المؤسسة، مشتقة من رسالة ورؤية المؤسسة، بتحدد لنفسها غايات وأهداف استراتيجية المؤسسة. هذه الأهداف الاستراتيجية تترجم إلى ماذا داخل المؤسسة؟ تترجم إلى ماذا؟ أهداف خاصة وأهداف تشغيلية خلينا نقول، يعني لها أكثر مسمى، لكن لها أهداف خاصة، والأهداف الخاصة إلى أنشطة. بس احنا في هذا يعني في المشروع نفسه بنتحدث بهذه الطريقه، انه احنا في هدف استراتيجي للمشروع بنشتق منه اهداف فرعيه، ولكن احنا بنحكي على هيكل مؤسسي. في الهيكل المؤسسي في عندنا اهداف استراتيجيه جيانا من اللي هي ايش؟ الرؤيه والرساله، جاي منهم مشتقه منهم. بعد هيك بدنا ينزل هيكل مؤسسي له علاقه باللي هو برامج. في عندنا برامج المؤسسه، يشتق من هذه البرامج مشاريع. وخلينا نضرب أمثلة على مؤسساتكم، يعني بالأساس هذا بنسميه هيكل مؤسسي. عندنا رؤية، عندنا رسالة، عندنا أهداف.